يقول: وكيف يكون الطلاق واقعا على الزوجة؟ حيث أنا عند غضبي من أي شيء يتملك علي الشيطان فأحلف بالطلاق، وجهوني جزاكم الله خيرا. الطلاق الغضبان يقع إلا إذا اشتد به الغضب وصار وزال شعوره، إذا اشتد به الغضب وزال شعوره بحيث لا يدري ما يقول فإنه لا يقع في هذه الحالة، وأما إذا كان الغضب يتصور معه ما يقول فإنه يقع، لأن أغلب الناس ما يطلق إلا من غضب. نعم.